أترككم مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وليلة مباركة على الجميع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده حق حمده فهو أجل من حمد وأعظم من ذكر، لا إله إلا هو، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إننا في هذه الليلة سنتكلم عن أعظم قضية خص الله تعالى بها البشرية، إنها القرآن العظيم، ذاك الكتاب الحكيم الذي جعله الله تعالى نورا يضيء به الدنيا، ينير به القلوب، يخرج به الناس من الظلمات بشتى أنواعها إلى النور بشتى صوره. إنه أعظم ما أنزله الله عز وجل على رسله، ولذلك حمد الله نفسه في كتابه على إنزال هذا القرآن، فقال جل في علاه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الإخوة والأخوات، إن القرآن هو أعظم إنجاز جاء، أو هو أعظم كتاب جاء إلى البشرية، تطبيقه هو أعظم إنجاز يحققه البشر. لذلك كان أعظم آيات الأنبياء والمرسلين إنزال الكتاب الحكيم على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي رسول من الرسل بآية، والآية معناها المعجزة، أعظم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وآتاه الله ما على مثله آمن البشر. ما في رسول أرسله الله تعالى للناس إلا وأقام بينات وشواهد على صدقه. هذه البينات والشواهد متنوعة مختلفة، فأولو العزم من الرسل كانت رسالاتهم واسعة، فكانت آياتهم عظيمة. ومن بعدهم من الرسل أو من دونهم من الرسل كذلك، جاءت كل رسول جاء بآية تصدق ما جاء به، تبرهن صحة ما تكلم به. أعظم الآيات التي جاءت من آيات جميع الرسل هو هذا الكتاب الحكيم، هو هذا القرآن العظيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته، يعني كان الذي خصني الله به وهو أشرف الناس، أعظم الخلق جاها عند الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. إنه القرآن العظيم، إنه الكتاب المبين، إنه هذا الذي يقرأه المسلمون في صلواتهم ويسمعونه في تلاواتهم، إنه ذلك الكتاب الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم آيات الأنبياء. ليس في آيات الأنبياء آية أعظم من هذه الآية. يذكر الناس مما أوتيه الأنبياء ما ذكره الله في كتابه في حق عيسى بن مريم على سبيل المثال: يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى، وإبراهيم آتاه الله من الآيات ما صدق قوله، فلما ألقوه في النار قال الله تعالى: النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. آيات شاهدة على صدق نبواتهم وصحة ما جاءوا به وما أخبروا به عن رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات متنوعة
عديدة، ما فيه آية معجزة أوتيها نبي إلا والنبي محمد بن عبد الله آتاه الله مثلها وأعظم منها، لكنه خصه بشيء دون سائر الأنبياء، وهو أن كتابه أحسن الكتب، وأن كتابه المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن العظيم منزلته عند رب العالمين عظيمة، إنه كلام الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنه خطاب رب العالمين لنا نحن البشر، ليس في بلد ولا في عرق ولا في زمان ولا في لحظة، بل إنه للبشرية كافة، من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم مخاطبون بهذا القرآن. لذلك كان أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه نداء للبشرية للإنسانية كافة، وليس نداء لجنس ولا للسان ولا لفئة ولا لزمان ولا للون، إنه نداء لكل من دخل تحت هذا المسمى، كل من كان من الإنس فالقرآن خطاب له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل في البشارة بهذا الكتاب لم تكن بشارة الله عز وجل بهذا الكتاب خاصة بالعرب ولا بقريش، بل كانت عامة للناس، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا، تخصيص، يعني بهذا الكتاب وبهذا الوحي فليفرحوا، فهو أجدر ما يفرح به وأعظم ما يسر به، لأنه النور الذي إذا أشرق على القلب نال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. القرآن يا أخواني كتاب عجيب، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. وحتى تعرف مدى تأثير القرآن وعظيم ما يحصل به من الإصلاح للأفراد والمجتمعات، انظر إلى الانقلاب البشري العظيم والثورة التي لا يوازيها ثورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آيات معدودات نزلت على قلب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها قام ولم يركن صلى الله عليه وسلم إلى راحة أو دعا بعد هذا الأمر بالقيام، فقام قومة لم يقمها أحد من البشر قبله صلى الله عليه وسلم، ولن يقمها أحد من البشر بعده، فهو أعبد الناس لربه: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فأنذر الإنذار المبين، ابتدأ بكوكبة قليلة ممن آمن به وصدق: خديجة، علي رضي الله عنه، أبو بكر، ثم تكاثر المؤمنون به. كان انقلابا حقيقيا، انقلابا لا يمكن أن يحققه أي إنجاز تربوي في مدة وجيزة إلا ما يكون من تربية رب العالمين وتزكيته للمؤمنين بتربية النبي صلى الله عليه وسلم وإشرافه ونظره وصناعته صلى الله عليه وسلم لأولئك الجيل الذين قال الله فيهم وشهد لهم جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة من أين خرجت؟ ما الذي تغير في أجوائها؟ هل تغير المناخ الطبيعي والبيئة المحيطة في الجزيرة العربية خلال 25 سنة أو 20 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته؟ لا، لم يتغير شيء، كانوا في حياتهم الطبيعية على ما كانت عليه، على ما كانوا عليه في الجاهلية، في الموارد الاقتصادية لم تختلف، في الأجواء الطبيعية لم يختلف، في القبائل والتركيبة السكانية لم يختلف،
الوضع الاجتماعي لم يختلف. إذن هناك شيء آخر غير هذه المغيرات والمؤثرات التي تتغير بها المجتمعات حصل به الانقلاب والتغيير. إنه الإيمان الذي جاء به القرآن، إنه التصديق الذي رسخه هذا النور المبين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. القرآن أخرج لنا أمة ليست كسائر الأمم، ولن يأتي في زمان الدنيا أمة كهذه الأمة، فإنها خير أمة أخرجت للناس بشهادة الله عز وجل. هذا لا يقال على وجه المكايدة أو على وجه المنابزة أو على وجه الافتخار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، ثم لينفي أي نوع من أنواع العلو والارتفاع على الخلق والزهو بالديانة والفضل الذي أعطاه الله يقول ولا فخر، يعني لا أفخر بذلك فأعلو على الناس. هذه الأمة خير أمة، لكنها أنفع الأمم للبشرية. لم يأتي أمة تبذل دماءها وأموالها في هداية الناس كهذه الأمة، فكانت خير أمة أخرجت للناس، فهي نافعة للناس في دينهم، نافعة للناس في دنياهم، نافعة للناس في كل مناحي حياتهم. أيها الإخوة الكرام، هذا الكتاب العظيم لا تنقضي عجائبه ولا حد لآياته وأسراره وحكمه وعجائبه. كلما أقبل عليه المؤمن وجد فيه من الأنوار، ووجد فيه من الهداية، وجد فيه من الكشوفات والفتوحات ما لا يجده في كتاب غيره. مهما بذل في الفكر والتأمل لن يجد ما تسعد به نفسه، تطمئن به قلبه، ويهتدي به إلى الطريق القويم في معاشه ومعاده كما يجد في القرآن. إن القرآن أخرج خير أمة أخرجت للناس، ذاك لا ينحصر في زمان، ليس هذا مقصورا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لمجموع الأمة في كل طبقاتها وفي كل قرونها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في كل زمان هذه الأمة خير الأمم. طبعا الخيرية ليست مقصورة على صورة من الجوانب البشرية، الخيرية تعتمد على جوانب عديدة. عندما يضعف المسلمون يتأخرون في الخيرية، لكن يبقى عندهم عنصر لا يتزحزح فيه الخير، وهو ما يتعلق بمعرفتهم بالله عز وجل وإيمانهم به. فإن هذا على ضعف المسلمين يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ للقرآن ليس حفظا لآياته أن تتغير أو تتحول أو تزيد أو تنقص، هذا نوع من الحفظ، لكن هناك حفظ وراء هذا الحفظ، وهو حفظ معاني كلام الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بحفظ حملة هذا القرآن، حفظ أهل القرآن. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني لا يغلبهم أحد. الظهور هنا هو الانتشار والمعرفة، وأنه يمكن أن يصل إليهم كل أحد ويعرف ما عندهم من الحق. لا تغلب حجتهم ولا تنكسر شوكتهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعد الله هو ما قدره في آخر الزمان من تحول وقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، الريح التي لا تترك نفس مؤمن إلا تأخذ بروحه، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، عندها يطوى البساط وتؤذن الدنيا بالانصرام والزوال. هذا الكتاب من عظيم منزلته عند الله عز وجل أن شرف أهله وجعلهم في أعلى المراتب وأسمى المنازل، فهم أهل الله. لما تقول أهل فلان فأنت تعرف أنهم المحيطين به، القريبين منه، الذين يحظون بعنايته ورعايته و القيام بشؤونهم. فأهل القرآن هم أهل الله، هكذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله أهلين،
قالوا من هم يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه يحدث أصحابه إن لله أهلين. قالوا من هم يا رسول الله؟ كل النفوس تصبو، كل النفوس تتحمس، كل النفوس تسمو إلى أن تكون من هذه الفئة، أهل الله الذين يرعاهم، أهل الله الذين يؤيدهم، أهل الله الذين يحفظهم، أهل الله الذين يتولى شؤونهم، أهل الله الذي تمتد عنايته بهم، ليس فقط في قبورهم في دنياهم وفي قبورهم، وعند الفزع يوم يقوم الناس لرب العالمين في مشهد عظيم، وإذا الوحوش حشرت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليس في زمان الآن، لو أردنا أن نجمع البشرية بنو آدم الآن البشر، ليس الطيور والوحوش والجن وسائر المخلوقات، فقط لو أردنا أن نجمع البشرية في مكان، تخيل هذا المجمع كيف يكون. أنت الآن لما تنظر إليهم في الحج تقول سبحان الذي خلقهم، وهم في زمان محدود وعدد محدود ومكان محدود وجنس عدد يعني من دين واحد، فكيف إذا جمعت هذه البشرية من آدم إلى آخر البشر؟ إنه يوم مهيب، مهيب في ذاته، ولو لم يكن فيه جزاء ولا حساب، مهيب، يوم تجل منه النفوس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون على هيئة من الفقر، إنه ما عندهم ما يسترون به عوراتهم، كما جاء في الحديث حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقومون على هذه الصورة التي فيها الافتقار من كل شيء، لأنه لا مالك في ذلك إلا الله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا الموقف يفوز فيه أهل القرآن، فالقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وهذه الشفاعة هي تحقيق لأهلية هؤلاء. قالوا يا رسول الله من هم؟ أي من هؤلاء الذين هم أهل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الله الذين يرعاهم ويحفظهم، وخاصته أي لهم ميزة على سائر من يعتني بهم جل في علاه. رب العالمين له الملك سبحانه وبحمده، فهو مالك الملك سبحانه، بيده ملكوت كل شيء، وهو جل في علاه المدبر لأمر الناس، فما من خير يصل إلا منه جل في علاه، ولا من شر يصرف إلا منه سبحانه وبحمده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذه هي بعض صفاته جل في علاه. القرآن العظيم كلامه الذي تكلم به سبحانه وبحمده، عندما يمتلئ القلب بهذه العقيدة التي أخبر الله بها في كلامه، أن القرآن كلامه نزل منه وهو الذي أوحاه إلى رسوله، القلب يجل ويعظم هذا القرآن تعظيما زائدا على المعتاد، لأنه خطاب رب العالمين. لما كان خطابه الله تعالى يقول في محكم كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله، هو القرآن العظيم الذي إذا سمعته القلوب وجلت وعظمت هذا الرب الذي يتكلم بهذا الكلام. والعجيب أن هذا ليس مقصورا فقط على من يعقل القرآن، بل حتى على الذين لا يفهمون القرآن يجدون لهذا الكلام تأثيرا في نفوسهم، وشواهد هذا ليست محدودة، شواهد هذا قائمة ومعروفة، والتجربة دالة على أن للقرآن تأثيرا على النفوس حتى عند من لا يفهم كلامه أو لا يفهم حروفه أو لا يتقن معانيه. فهذا كلام رب العالمين، ولا عجب أن يكون هذا الكلام بهذا التأثير على كل النفوس البشرية، لكن يعظم التأثير عندما يأتي التفهم والتدبر. كلما زاد نصيبك من فهم كلام الله عظم أثر ذلك في قلبك وفي سلوكك وفي خلقك وفي معاملتك وفي
ديانتك وفي استقامتك وفي التزامك بما أمر الله تعالى به وقيامك بحقه. إن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن الحكيم وجعله يقوم بمهمتين: المهمة الأولى التعريف بالله، والمهمة الثانية التعريف بالطريق الموصل إلى الله. لذلك كان هذا القرآن أسهل سبيل للوصول إلى مرضاة الله، لأن به تعرف من تعبد. نحن نصلي ونصوم ونحج ونزكي ونحسن ونأتمر بالأمر وننتهي عن النهي، ليش؟ طاعة لله عز وجل. فمن هذا الذي تطيعه؟ ما صفاته؟ ما أفعاله؟ ما بهاؤه وجلاله سبحانه وبحمده؟ تعرف هذا على وجه الكمال بيسر وسهولة في القرآن العظيم. لما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أكبر، القلب يمتلئ تعظيما لهذا الرب من هذه الكلمات الموجزات. في أول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، ليس هناك معبود حق سواه جل في علاه، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي يقوم بشؤون الخلق كلهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ليس فقط أنا وأنت، بل الناس كلهم قائمون بالله جل في علاه. أفمن هو قائم على كل نفس، سبحان الله، كل نفس الله قائم عليها في رزقها، في مصالحها، في دفع الشر عنها، في أجلها، في دفع ما تكره، في تحصيل ما تحب، في العلم بحالها وشأنها، ذاك هو الله رب العالمين سبحانه وبحمده. عندما تقرأ هذه الآيات اليسيرة وتقف عندها، تقف على عظمة رب العالمين، وتعرف أنه صدق الله ومن أصدق من الله قيل، وما قدر الله حق قدره، قدر الله عظيم وشأنه جليل. تعرف ذلك بالإقبال على القرآن. أيضا تعرف الطريق الموصل إلى الله، لأن الله شرع طريقا يوصل إليه، ولم يتركنا نعرفه ثم لا نعرف كيف نصل إليه، بل قال لنا: ربكم الذي تعبدون صفاته كذا وكذا وأفعاله كذا وكذا، وبين هذا بيانا. ما في آية في القرآن إلا وهي تخبر عن الله عز وجل وعن صفاته وأسمائه وجميل أفعاله سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك بين لنا كيف نصل إلى الله عز وجل. بتحقيق هذين الأمرين، العلم بالله كمالا ومعرفة، والعلم بالطريق الموصل إليه، نصل إلى المقصود ونبلغ المرتبة أن نكون من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته. من هم يا إخواني وأخواتي أهل القرآن؟ سؤال: من هم أهل القرآن؟ هل هم حفاظه؟ كثير من الصحابة ما كان يحفظ القرآن. هل هم الذين يقرؤونه تلاوة نظر؟ هل هم الذين يفهمون معانيه؟ هل هم الذين يعملون به؟ هل هم الذين يدعون الخلق إليه ويعرفون الناس بالله؟ أهل القرآن مراتب ومنازل، أعلاهم مرتبة هم من جمع كل هذه المراتب، فكان قارئا للقرآن، حافظا له، عظيم التأمل والتدبر والتفهم لمعانيه، يعمل به طاقته وجهده، يدعو إليه ويعرف الناس بما فيه من الأسرار والحكم، ويعرفهم بمضمونه من العلوم التي تحيا بها قلوبهم وتستنير بها أفئدتهم. القرآن العظيم يا أخواني هو هذا الدستور الذي تنجو به الأمة. أهل القرآن هم الذين يتلونه، والذين يحفظونه، والذين يفهمون معانيه، والذين يتدبرونه، والذين يعملون به، والذين يدعون الناس إليه. ومن زاد في هذه الصفات زاد في
وصف كونه من أهل القرآن. هذا الوصف درجات ومراتب تماما كأي وصف من أوصاف الناس تصف الإنسان بأنه كريم. هل الناس في الكرم على مرتبة واحدة؟ لا، الكرم درجات ومراتب. تصفه بأنه جميل، هل الجمال واحد؟ تصفه بأنه طويل، سواء صفات معنوية أو صفات حسية، الناس يتفاوتون في هذه الصفات. أهل القرآن وصف معنوي وليس وصفا حسيا، يتحقق لك من هذا الوصف بقدر أخذك بالصفات التي تكون بها من أهل القرآن. إن أعظم الصفات التي تؤهلك أن تكون من أهل القرآن أن تقرأه وأن تتدبره وأن تجعله قائدا لك في عملك فعلا وتركا، وأن تدعو إليه. نحن قلنا إن أعظم جيل حقق الإيمان بالقرآن وتأهل أن يكون من أهل القرآن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وحتى نأخذ نماذج عملية، كيف أكون من أهل القرآن؟ أحتاج يا إخواني أن أضرب نماذج، أن أتلمس نماذج من حياة الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان القرآن في حياتهم، ولنقارن حياة الصحابة وتعاملهم مع القرآن بحياتنا وتعاملنا مع القرآن. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن القرآن نزل كاملا، بل كان القرآن ينزل عليهم منجما، يعني حسب الحوادث وحسب الأحوال، تنزل آية فيحفظونها، تنزل آية فيعلمونها، وهلم جر إلى أن تكامل القرآن. فقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن عليهم وهم قد آمنوا بالله، فنزل الإيمان في قلوبهم والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، ثم جاء القرآن معززا مثبتا مقويا لهذا الإيمان الذي في قلوبهم رضي الله عنهم. كيف تعاملوا مع القرآن؟ أنا أختار بعض المواقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم لنعرف كيف نكون من أهل القرآن عمليا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: نزل قول الله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية في أي سورة؟ ها أخوان، في سورة البقرة، في سورة البقرة، هي من أواخر آيات سورة البقرة. هذه الآية لما الآن سمعناها أقرأها عليكم مرة ثانية، أريد انتباه للمعنى حتى نفهم الموقف الذي حصل من الصحابة. ليش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعين وقالوا: يا رسول الله، أنزلت علينا آية لا نطيقها، كلفنا بالصلاة والزكاة والصوم ونزلت علينا آية لا نطيقها. إيش اللي في الآية جعلهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون على الركب، يعني يجلسون هكذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، يعني أمرنا الله ونهانا بما نطيق، ونزلت علينا آية لا نطيقها. ما الذي في الآية جعلهم يقولون هذا؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا القول؟ أقرأ عليكم الآية مرة ثانية وانتبهوا للمعنى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني تظهروا ما في قلوبكم، أو تخفوه، أي تسكتوا تصمتوا لا تتكلمون عنه ولا تظهرونه، انتبه، يحاسبكم به الله. هذه هي التي أقضت مضاجع الصحابة وأقلقتهم حتى جاءوا على الصورة التي رأيتم، يجثون على ركبهم يقولون: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، أي أمرنا الله بأشياء نطيقها، ونزلت علينا آية لا نطيقها، صعبة، من الذي يتحكم بما يدور في نفسه؟ الله عز وجل يقول:
وإن تبدوا ما في أنفسكم، يعني تظهروه قولا أو عملا أو تخفوه أي لا تظهروه، يحاسبكم به الله. فيستوي الإظهار والإعلان في أي شيء، في أنه تحت المحاسبة، ستحاسب عليه. فإذا هممت بمعصية قولية أو عملية فالله سيحاسبك عليها، هذا معنى الآية. زعج الصحابة من هذا وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، ونزلت علينا آية لا نطيقها. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، أنتم يا أخواني سألوا أنفسكم سؤالا، لو كان القرآن عند الصحابة كما هو عند كثير منا، إنه فقط نقرأه والحمد لله ونحطه على الرف كحال كثير من المسلمين، هل هذا سيحملهم على هذا التصرف؟ لو كان مجرد تلاوة لا تفهم فيها للمعنى ولا شعور بأنه خطاب يحاسبكم، يعني أنا وأنت، الخطاب لنا نحن المحاسبون، لو كان الأمر على هذه الصورة، أتظنون أنهم ينزعجون هذا الانزعاج ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ ليس واحد ولا اثنين، مجموعة يأتون بهذه الصورة ويجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الكلام؟ الجواب لا، لا يكون هذا إلا ممن قرأ وفهم وتدبر وعلم أنه لازم ولا بد أنك تعمل، إذا ما عملت فأنت لم تقم بما طلب منك. جاءوا على هذه الصفة فقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، ونزلت علينا آية لا نطيقها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعقب على كلام الله، الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال لأصحابه، قال لهم بالكلمة الواضحة الجلية، أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ هل تريدون أن تتبوأوا هذه المنزلة أنكم تردون أمر الله وخبره وحكمه؟ أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقلنا سمعنا وأطعنا. يقول رضي الله عنه، انتهى المشهد الآن، الصحابة قبلوا الحكم، طبعا معنى قبول الحكم أنهم يجاهدون أنفسهم ألا تهم قلوبهم بسوء، وألا يدور في خيالهم وخلدهم وفكرهم ما يغضب الله. ليش؟ لأنهم سيحاسبون على ما في قلوبهم، أظهروه أو أبطنوه، أخفوه أو أعلنوه. فقال أبو هريرة فلما اقترأها القوم، اقترأها القوم إيش معنى اقترأها القوم؟ يعني أصبحوا يقرؤونها، ما في صعوبة في قراءتها، وذلت بها ألسنتهم، يعني أصبحت كسائر الآيات التي يقرأها المؤمنون قبولا وتصديقا وإيمانا، جاء التخفيف من رب العالمين، شهادة من الله لأولئك المؤمنين. فقال الله في محكم التنزيل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم يشيد الله بموقفهم لما جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما قالوا؟ وقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا أطلب منك الصفح والتجاوز، لأن هذا أمر فيه غاية الصعوبة، أن يحكم الإنسان ما يدور في قلبه، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا توصيف للحال قبل التخفيف. ثم قال الله مخففا عنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من فضله وسعة رحمته وكرمه وجوده جل في علاه سبحانه وبحمده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا نستطيع، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا المشهد وهذا النموذج يبين لنا كيف نكون من أهل القرآن، إننا سنكون من أهل القرآن
إذا قرأنا القرآن وسمعناه نفهم معناه ونشعر أنه خطاب لنا، ونحاول أن نقوم سلوكنا وأن نصلح أعمالنا وأن نجعل القرآن حاكما علينا. وأنت يا أخي لك الشرف أن تحكم كلام الله على فعلك، فتقبل ما قبله الله وترد ما رده الله، تهتدي بهدى الله، وأبشر فإن أهل القرآن هم أهل السعادة والفلاح في الدارين. هذا نموذج يا إخوة من النماذج التي ذكرها الأئمة في موقف الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع القرآن. أضرب مثلا آخر لموقف الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن، وكيف كان القرآن منهم في محل عظيم لا يمكن أن يتجاوزوه ويتخطوه. الصحابة رضي الله عنهم نشأوا في بيئة عربية جاهلية إلى النخاع، كانوا في جاهلية جهلة، وأشرب في قلوبهم حب الخمر حتى أصبح الخمر عندهم من أعظم ما تعلقت به نفوسهم، وله من الأسماء والأشعار في توصيفه في كلامهم شيء يفوق الوصف. لما جاءت الشريعة المطهرة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين في مكة، ما تطرق لقضية الخمر بشيء أبدا، كان همه تقرير التوحيد والدعوة إلى أن لا يعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، هذا همه صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة، يدعوهم إلى هذه الكلمة. سبحان الله ما أقسى قلوبهم، يعرفهم بالله ويقيم لهم الدلائل وتأتيهم البراهين وينشق القمر ويرونه ويخبرهم بالعجائب ويرون الآيات عشان يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فلما انتقل للمدينة وتكونت الدولة وجاء التشريع يكتمل به نظام هذه الأمة عقدا وعملا، لأن الإسلام عقيدة في القلب تصلح بها البواطن وعمل تصلح به الظواهر، ما في شيء اسمه انفصام بين العقيدة بين الباطن وبين الظاهر، الشريعة تكمل هذين الأمرين الظاهر والباطن. جاءت الشريعة في هذا الواقع العربي الذي تعلق بالخمر حتى قال قائلهم إذا أنا مت فادفنيني لكرمة، هذا رجل جاهلي يوصي ابنته يقول إذا مت فادفنيني لكرمة، كرمة شجر العنب تروي عظامي بعد موتي عروقها، يعني من شدة محبة الخمر يقول إذا دفنتيني جنب كرمة خمر شجرة عنب حتى أشرب وأنا عظامي تشرب من الخمر بعد موتي من هالكرمة هذه التي تنتج الخمر، شدة تعلق عظيم، حتى أن أحدهم ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن به مقتنعا، وهو صاحب هذا البيت مقتنعا بما جاء به، لكن لما قالوا أن محمدا يحرم الخمر وكان قلبه قد تعلق بها تعلقا عظيما قال أجل نرجع السنة الجاية نسلم، فمات على الشرك. وأقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود هذا التوصيف هو حال الصحابة رضي الله عنهم. الشريعة جاءت أولا بالتزهيد في الخمر، التزهيد في الخمر، فجاء قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وجاء قبل ذلك تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، جعل السكر يعني الشراب غير الرزق الحسن، وهذا تنفير عن هذه المرحلة الأولى. ثم قال جل وعلا فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الخطوة الثانية التي فيها التزهيد والتضعيف للخمر ونزع حب الخمر من قلوبهم. جاءت الخطوة الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الخطوة الثالثة، ما حرم الخمر مطلقا إنما حرمه فقط في هذا الظرف وهو عند الصلاة لأنه يغيب، لا تقرب الصلاة والسكر حتى تعلم ما تقولون، مناجاة الله لابد أن يكون الإنسان فيها في كمال عقله وجمال رأيه حتى يقوم على ما يرضي الله عز وجل. جاءت الآية الأخيرة، كل هذه المراحل كان الصحابة ما جاهم الحسم والخمر في قلوبهم، منهم من ترك، حتى أن عمر رضي الله عنه كان لما نزلت الآية رزقا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ك
كان يقول ربنا بين لنا في الخمر بيانا فاصلا، فنزلت الآية الثانية آية يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فكان يقول ربنا بين لنا في الخمر بيانا فاصلا كما جاء في الأثر. ثم في الثالثة جاءت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال ربنا بين لنا في الخمر. كل هذا طلب للحسم في هذه القضية التي يدرك أصحاب العقول أنها مفسدة للنفوس والمجتمعات والبشرية. جاء الفصل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ها منتهون. يقول أنس بن مالك كنت في بيت أحد الصحابة أصب لهم الخمر قبل تحريمها، فنادى مناد إن الخمر قد حرمت، وتلا هذه الآية وسمعوها ضجت بها المدينة فهل أنتم منتهون. فما كان من الصحابة الذين كان حب الخمر بسبب البيئة والطبيعة والجو المحيط والنشأة مغروسا في نفوسهم إلا أن رددوا انتهينا ربنا انتهينا. يقول الراوي فسالت طرق المدينة من الخمر، كل من كان عنده خمر سكبها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الامتثال يا أخواني يعني أنت تصور الآن الشخص الذي يشرب الخمر يصعب عليه أنه يتركها، تجده لا سيما إذا أدمن عليها فترة طويلة يجد من نفسه صعوبة. هذا الذي يجد من نفسه صعوبة أو اللي يعرف شخص يقول اترك الخمر ولا ترى الصحة، المجتمع كان على هذه الحال، لم يترك المجتمع المدني الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقوة القرآن وإلا طاعة للرحمن وإلا تصديقا بوعد العزيز الغفار جل في علاه. فلذلك لما قال جل في علاه فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا. هذا نموذج للتعامل. الآن يا أخواني لو أردنا أن نترك هذه النماذج التي ذكرناها ونستعرض حالنا، حالي أنا وحالك أنت مع القرآن، كم من آية تمر علينا تعالج أخطاء أنا أعرف من نفسي إني أنا أكذب. مثلا هل لما تمر علي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تنزجر نفسي عن الكذب وأقول يا ربي استغفرك وأتوب لك، يا الله يا حي يا قيوم أعني على الصدق في قولي وعملي؟ من منا يفعل هذا؟ عندما يقرأ المؤمن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، معالجات لسلوكيات موجودة في نفوسنا وأخلاقنا ومن حولنا. هل عندما نقرأ أو نسمع هذه في صلاتنا تنشط نفوسنا على الانزجار والكف عن هذه الأخطاء؟ كثيرون منا يقرؤونها وكأنهم ليسوا مخاطبين، كأن هذا خطاب الناس الثانيين مو لنا. أنا أجري أنا نهاية عملي في القرآن إني لما أقرأ هذه الآيات الحمد لله وصلت الجزء العاشر العشرين ختمت اللهم لك الحمد ختمة. طيب ختمة بالتلاوة والقراءة، لكن أين هي في التطبيق والعمل؟ اختم القرآن تطبيقا وعملا، هنا تكون من أهل القرآن، هنا تكون من الفائزين، هنا أبشر بعطاء من الله عظيم، سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة. عندما تختمه عملا تعالج به قلبك. يا أخي القرآن ما نزل إلا لمعالجة القلوب وإصلاحها، هو النور الذي إذا دخل القلب أشرق له القلب نورا وضياء بهجة وسرورا، وإذا انعدم سلب من القلب أظلم القلب. بقدر إعراض القلب عن القرآن بقدر ما يكون فيه من الظلمة والضيق. الساعة كلها في كتاب الله، والأمر ليس عسيرا يا إخواني، والله ليس بعسير، إنما هو إرادة جازمة وإقبال صادق. والله جل في علاه من رحمته إن القرآن جعله ميسرا، فيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مفتاح هذا الكنز هو أن تقرأه،
أن تقبل عليه بصدق، أن تتفهم معناه، تحرص على فهم المعنى. أنا أسألكم الآن، نقرأ نحن جميعا سورة الإخلاص ونقرأ قول الله تعالى، أريدك الآن تقرأها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما تقرأها وأنت ما تدرك معناها لن تجد لها أثرا في سلوكك، لن تجد لها أثرا في قلبك، لكن أقول اقرأها، بل اقرأ آية منها، الله الصمد، هذه التي قد تكون خافية على كثير من الناس. إيش معنى الله الصمد؟ نقرأ الله الصمد على أنه اسم من أسماء الله، أسماء من أسماء الله الصمد، ونعرف فلان اسمه عبد الصمد، لكن إيش معنى الصمد؟ لما تقرأ هذه الآية وأنت تعرف معناها، تعرف أن الصمد هو الذي تقصده كل الخلائق في حاجاتها، وهو الذي يقضيها جل في علاه. لما تقرأ الله الصمد وأنت مستدرك، مستحضر هذا المعنى، ألا يكون هذا يعني نوع آخر من القراءة، وجه آخر من التلاوة، يكون مؤثرا عليك في زيادة إيمانك، في محبتك لربك، في صلاح قلبك، في استقامة حالك؟ بلى بلى والله، إنه لتأثير كبير وتغيير عظيم عندما تقرأ القرآن وتتفهم معانيه. ما هناك صعوبة، أنت لا تحتاج إلى أن تدخل كلية اللغة العربية حتى تتعلم معاني القرآن. ابدأ بالمتيسر، التفسير الميسر، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، يا أخي الآيات التي تمر عليك دائما احرص أن تعرف معناها ولو بالسؤال، اسأل من تثق به في علمه ودينه، إيش معنى الآية؟ ما معنى الكلمة؟ إذا عجزت الآن وسائل الاتصال من الكمبيوترات والأجهزة تقرب لك البعيد، بهذا تكون من أهل القرآن، وتكون قد خطوت الخطوة الأولى أن تكون من أهل الله. الله يجعلنا وإياكم منهم الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني وأخواتي، هذه كلمات موجزات أحببت أن أنبه فيها إلى بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم الشريف والمنزلة العليا الكبرى، أهل القرآن. وأنا أختصرها لكم بعبارة موجزة، ستكون وستكونين من أهل القرآن إذا أقبلت على تلاوته، إذا حرصت على فهمه وتدبره، إذا عملت به. ثلاث نقاط ضعها في بالك وابدأ بها من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اقرأها، تفهم معانيها، اعمل بما تضمنته، تكن من السعداء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وعطائه وجوده أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الفائزين بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واصرف عنا السوء والفحشة. اللهم افتح لنا في كتابك فتحا تفهمنا فيه كلامك، وتبلغنا فيه مراضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا ولا تعن علينا. اللهم عنا ولا تعن علينا. اللهم عنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، لك راغبين راهبين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغفر زلتنا، وأقل عثرتنا، وبلغنا مراضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الشهر مباركا علينا بالصالحات، واجعله مبدأ خير لنا في الطاعات. اللهم واصرف عنا فيه وفيما بقي من أعمالنا من السيئات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجزي من تسبب في هذا اللقاء خيرا، وفقنا إلى ما تحب وترضى، وانصر إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، واحقن دماءهم، وامن روعاتهم، واستر عوراتهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.